اهلا وسهلا، معكم طارق بودرقا رئيس جمعيه مشروع صناعه الابطال. حنا اليوم كنتواجدوا في اورير في النادي الملكي لركوب الامواج. حنا اليوم جد محظوظين بمثل هذا الفضاء هذا اللي كيوفر لنا النادي من اجل الانشطه الصيفيه والاحتكاك تاع الابطال. كيف ما كيعرف الجميع ان مصنع البطل هو هذه الجمعيه الصغيره، ورغم قله الامكانيات اليوم كنشوفوا يعني الفشل الاولمبي وكنشوفوا يعني النتائج الاولمبيه، ما غاديش نحملوا يعني المسؤوليه للجامعات ونلوحوا عليها التقر كامل بقد ما اننا غنحملوا المسؤوليه للجميع يعني المتدخلين في القطاع الرياضي، بحكم ان هذا ملي كنجيو كنشوفوا النشاه تاع البطل منين كتبدا في مثل هذه الجمعيات هذو اللي كيعطيونا يعني المواكبه تاع الطفل من 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 البدايه تاعته حتى تيولي يعني بطل وكيدرجوه في جميع المستويات المحليه والجهويه الى غير ذلك. فلهذا كنتمنى واحد الالتفاته لمثل هذه الجمعيات هذو اللي كيصنعوا لنا البطل حقيقه. فلهذا كنتمنى واحد الالتفاته لهذه الجمعيات هذو، هذه الجمعيات الصغيره اللي كنطلقهم في احياء يعني هامشيه ومنهم مناش كيطلعوا ابطال، الا وانك تلقى واحد القله تاع الامكانيات. كيف ما كنشوفوا نقدر ندير واحد التدخل بسيط على ما وقع في الاولمبيات، نقدروا نقولوا بان الجمعيه دارت اللي عليها، ونقدر نقول لك حتى الجامعه دارت اللي عليها، ولكن راه الجمعيه لو كان عندها واحد الدعم اللي هو في المستوى وبقات مواكبه هذاك البطل واحد 4 سنوات ولا 5 سنوات في الاكل ديالو في الماتيريال ديالو في بزاف الحوايج، غادي نقدروا نتلاقاو هذا البطل هذا نقدروا نشوفوه كي يعني كينافس لنا لي زاتليت دو هو نيفو. لان ملي كيمشي البطل هو عنده واحد النيفو معين كيتلاقى مع ناس يعني دي زاتليت اللي هما عندهم يعني واحد البرنامج منظم يعني لا في الاكل ديالو ولا في النوم ديالو ولا في بزاف تاع الحوايج. صعيب باش يواكب واحد البطل اللي خارج من واحد الحي شعبي وواحد الامكانيات اللي هي بسيطه. فانا يعني الرساله تاعتي لجميع المسؤولين وجميع المتدخلين في هذا القطاع انهم يهتموا بهذه الجمعيات الصغيره، لان هما المصنع وهما اللي كيديروا التنقيب على هذ الابطال هذو. وان شاء الله الا درنا هذا المشروع هذا وامنا به واحد المده تاع 4 سنين ولا 5 سنين راه غادي نشوفوا ان شاء الله النتيجه، ونتيجه كبيره بزاف. وما يفوتنيش انني نشكر النادي الملكي على راسه السيد عبد الله الغزال، وكذلك جمعيه اسود اورير اللي ديما كيوفروا لنا هذا الفضاء كل سنه. حنا دابا في الدوره السابعه وفي المرحلة الثالثة في الأيام الصيفية. كنشكر يعني كاع يعني اللي كيوقفوا وكيسهروا على هذا التنظيم هذا من البداية تاعت الأيام الصيفية حتى النهاية ديالو. وكذلك ما يفوتنيش يعني الشكر الجزيل لقناة الدار اللي كتواكب ديما يعني الأنشطة تاعت هاد الجمعيات الصغيره جدا، واللي كيف ما كنقولوا اللي هي المصنع الحقيقي تاعت البطل. ملكة بن داود، في عمري 21 عام، كانت ترين الرياضة كيك بوكسينغ. وصراحة الرياضة ديتها عن طريق صاحبتي، قالت لي يلا تجربي. صراحة جربتها، كانت صافي عجبتني وبغيتها وكملت فيها. والصراحة كنشارك في البطولات الوطنية. و أهم تظاهرات الرياضية اللي شاركتي فيها؟ صراحة كانت أول مشاركة لي هي بطولة المغرب فاس، كانت غير تجربة. وصراحة وحالفني الحظ وجبت الدوزيام، ولعبت مؤخرا في جديده بطوله وجبت الحمد لله بروميان، وعندي النهائيات في اكادير وان شاء الله نجيب بروميان. معسكر الصراحه معسكر زوين، ومع الاستاذ ديالنا تبارك الله مقاتل معنا، وكنترينيو في الصباح والعشيه، وديما كنلعبوا سبارينغات، والحمد لله باش الاستحقاقات القادمه نكونوا الافضل نجيبو بروميير. كانوا الشكر ديالي للاستاذ ديالي يوسف الحمراوي على المجهودات ديالو، و هذاك الشيء كيقدم لينا. استاذ طارق كذلك اللي مشى معنا للجديده وكنت انا كذلك، وكنشكر اي واحد كان
كان سبب ليا فاش دخلت لهاد الرياضه. خالد الزاي عمري 17 عام. هضرنا شويه على الحب ديالك لهاد الرياضه هذه. هاد الرياضه حبيتها من طرف واحد الصديق محسن فانيدي، قال لي يا ودي اجي جرب. ساعه من جرب ساعه حبيتها عن رياضه عن حب، فهمتني؟ كيما شويه على الاهم البطولات اللي شاركتي فيها وايضا يعني هذا المعسكر هذا. ايه اول بطوله شاركتها هي في جديده، حظ سعفني الحظ وجيت دوزيام بطوله كاس العرش، وكان نلعب دوريات هنا مره هنايا ومره في اورين مره في بلاصه عندنا مره، وكنوجه الشكر للاستاد ديالنا هو استاد عبد الله مرجي والحمد لله. الاسم حسن كينيد، من الناس المؤسسين لعصبة سوسمة الصدرعة. بدينا هذه الرياضة هذه الحمد لله ظهرت في 1993. أول واحد كيدخل هذه الرياضة هو الحاج عبد الرحمن الخويدر. من بعدها 1998 تأسست عصبة سوسمة الصدرعة لرياضة الكيك بوكسينغ. ومن بعدها من كانوا ما شاء الله يعني خمسة الجمعيات، من بعد وصلنا 98 جمعية. الرياضة هذه اللي عطات وعطات 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 أبطال كثيرة، والحمد لله كاين الناس هنا باقي الحمد لله باقي مستمرين في هذه الرياضة هذه. بالنسبة لجهة أورير كاين الأستاذ سي يوسف حمراوي، وسنويا كيدير هذا الدوري هذا بالتنسيق مع السي عبد الله غزال الغزال رئيس جمعية ركوب الأمواج الموج. المهم سنويا كيدير هذا المهرجان هذا الدوري هذا، وديما تنسيق الحمد لله، وكيجيو جمعيات من جهه سوسمة الصدرعة كيحضروا لهاد الدوري هذا. التنافسيه ايضا على الاقبال، على الاقبال الحمد لله كاين اقبال كبير سنويا صراحه، وكنشوفوا دائما الاجتهاد في هذه الرياضه هذه، والمجهودات كترجع للسي عبد الله الغزال يعني هنا والسي يوسف حمراوي. كيما شويه على المنافسه. نعم المنافسه على التنافسيه والمنافسه ديال الشباب زعما صراحه كنشوفوا الاستاذ يوسف حمراوي يعني كيعطي عنده المزيد تبارك الله، يعني دائما الانشطه وعنده ابطال كيتاهلوا من فئه الاناث وفئه الذكور، والاسماء يعني القائمه طويله، وسنويا يعني هما اللي كيبينوا هذه الرياضه هذه في هذه الجهه هذه. السلام عليكم ورحمه الله. محمد لاميني اللي حل جمعيه انا سبورت بويز تيكيوين. ان شاء الله غصاد باش كتسمى سنا المعسكر الاورير. رجيت نتشارك كل نكون نتشارك كل حد غادي نتشارك غادي نشكر المشاركات نح راه نزري لكم بعد نح بخير وعلى خير. الحمد لله غادي راح يتزاد المستوى حدا راح يتزاد حماس الطريقه نزرى الاخطاء نزرى مش كل الحوايج اللي حي قال المشكل حماس نقول لكم با الاساتذه تقاتل ديما راه تنشكر بزاف في غادي دي حسكار شكو ايغا وريغا واجب، ولكن راه تقاتل الحمد لله الزملاء حتى نتني راه نشكر كلوتن. في اطار التنشيط الصيفي اللي كتنظمو جمعيه اسود اورير والنادي الملكي ركوب الموج في دورته السادسه، كما كتعرفوا هذا المعسكر تقريبا من كل شهر 8 كنظموا من 1 شهر 8 حتى 29 في شهر 8. وهذا المعسكر هذا تقريبا كيجوا ليه جميع الجمعيات اللي كيكونوا خارجين من مدينه اكادير وسميتو الدري الناس اللي كاينين في اكادير. بالنسبه لهذا المعسكر هذا يعني كنديروا كل نهار كنديروا حصص رياضيه، حصه مثلا حصه ديال الجره في الصباح، الحصه ديال العشيه اللي كتكون مع استاذ العشيه، حصص رياضيه في رياضه الكيك بوكسين، في كره الطائره، كره القدم، السباحه، الركماجه، يعني كل مره كنديروا واحد ديسيبلين اللي كيقدروا الابطال يسيروه. يعني الدري مثلا فاش كيخرج من المعسكر كيكون يعني كيكون تعلم شحال ديال الحوايج، يعني هو تعلم السورف، هو تعلم يدافع على راسو في الرياضه الحربيه، هو تعلم يلعب كره الطائره، يلعب كره القدم، هادشي كامل داخل في اطار التنشيط الصيفي.
فيما يخص الإقبال وفيما يخص التنافسية بالنسبة لهذا المعسكر التدريبي تقريبا فوق 30 جمعية اللي دازت عندنا في هذا الشهر هذا. كاين اللي كيدوز يومين، كاين اللي كيدوز 3 ايام، كاين اللي كيدوز سيمانة، كاين اللي كيدوز كل واحد وكيفاش كيدوز الشهر معنا هنا. وكما كتعرفوا كل سيمانه من الحد لحد كنديروا واحد الدوري اللي كيكون داك الدوري تربوي، يعني حتى الدري هذا ملي كيلعب بالنسبه لجميع الابطال اللي طلعوا في البوديوم يعني كلهم خرجوا من هنا. يعني ديما ملي كناخذوا المعسكرات هنا المعسكرات التدريبيه اللي كيدوزوا ثلاث ايام ثلاثه الحصص في النهار، يعني كلشي الابطال اللي خرجوا من هذا النادي هذا، يعني النادي هذا عطى الرياضه وعطى الرياضيين واحد الشيء الكثير. يعني تقريبا كاع جميع الجمعيات وجميع الابطال اللي كيطلعوا دابا في البوديوم كلهم ولو كل واحد حط القدم ديالو هنا. وبالنسبه بغيت نهضر على واحد القضيه بالنسبه لهاد الابطال هادو، راه حنا بالنسبه راه خاصهم واحد شويه الدعم، يعني كنطالبوا من المجلس الجماعي والناس المعنيين بالامر اللي كيمون الامر في الرياضه خصهم يتعاونوا مع الابطال باش يمكن لنا نواكبوا ونسيروا البطولات الوطنيه ولما لا البطولات العالميه والدوليه. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.